وبنهاية صباحنا لليوم حنروح نضوي على مبادرة من كنا عم نحكي ضمن الفقرة الثانية عن مبادرة الجسد الواحد، أما هلأ حنحكي عن مبادرة ضماد الروح. يعني من اسمه وقت عم نحكي بالروحانيات، نحن اليوم بحاجة للدعم النفسي، بحاجة لحدا يطبطب علينا، وبحاجة لحدا يضمد جراحنا، وخاصة ضمن كارثة الزلزال. اليوم هيك مبادرتنا بعيدة عن الأشياء العينية والمادية، وراحت فقط للدعم النفسي والإرشادي. صحيح رشا، وهذا الدعم لا يقل أهمية أبدا عن الدعم المادي. دائما احنا يعني من كارثة الزلزال من 6 شباط عم نحكي اليوم عن الآثار الصدمية، الصدمات النفسية والآثار النفسية اليوم اللي عم تكون على متضرري الزلزال. رح نحكي أكثر عن هي المبادرة، من هن الأشخاص اللي أسسوها، وشو كانت أهم الأساسات اللي اعتمدوا عليها. أكيد ضيفنا لليوم هو السيد محمد هادي مشهدية، وهو عضو مجلس الشعب وأحد مؤسسي مبادرة ضماد الروح. يسعد صباحك ويعطيكم ألف عافية. يسعد صباحكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. خلينا بالبداية نبدأ من اسم المبادرة ضماد الروح والفكرة من وين بلشت. طب أعطيني بس دقيقة قبل ما نحكي بهذا الموضوع. فضل. من سياق حديثكم المجتمع الأهلي. المجتمع الأهلي أثبت موجودية بسوريا، هو دائما يثبت موجودية بسوريا، ولكن لما صار الزلزال ب 16 شباط نحن كلنا شفنا انه كافة سوريا بكل اطيافها بكل جهادها بكل جغرافيتها هي عبارة عن لحمة، اتجهت الناس كلياتها باتجاه اهلنا المتضررين من خلال الزيارة الميدانية مباشرة او من خلال استقبال الناس، هذا بشكل عام وكلنا شفنا بشكل واضح. هذا الموضوع معناته نحن صار في المجتمع المحلي قام بجهود على الارض. الفكرة اجت من خلال تشبيك بعض المؤسسين، بعض الأشخاص الموجودين على الأرض لتأطير عمل واضح وصريح. نحن أخذنا الفكرة، نرجع لكلمة ضماد الروح. ضماد كلنا بنعرف الضماد هو ضماد الجرح، طبيب بضمد، تمام؟ شلون بدك تضمدي الروح؟ ضماد الروح بتكون من ناحية الإنسانية بمعنى الكلمة، الشعور 100% بما حصل، إيصال أهم شيء لهالإنسان أنه الناحية النفسية أنا معك، أنا واقف معك، بدي أتناقش أنا وياك بكل شيء صار معك. العلم النفس علم واسع وكبير، هو صحيح مش اختصاصي، لذلك نحن كان في تشاركية من عدة مؤسسات ومجتمعات محلية لا نبخس حق أي حدا موجود على الأرض فيها. سنبدأ من مؤسسة مبدعون اللي أنا ضمن مجلس أمنائها كمؤسسة، وننطلق إلى نقابة الأطباء، ثم نقابة المهن الصحية، هي كوني أنا نائب نقيب المهن الصحية، الجمعية السورية للمعالجين الفيزيائيين أنا بمجلس إدارتها كمان شبكناهم مع بعض، كمان في عنا مؤسسة الياسمين رعايتي، مؤسسة رعايتي ومؤسسة الإبداع، مؤسسة ياسمين، بعض الأشخاص، وكالة السورية للقانونية. أنا بتمنى ما كنت نسيت حدا، لأنه كلياتهم كل واحد فيهم عبارة عن خلينا نقول مثلا نحن هالبناء بده أعمدة، هو فعليا عمود بضماد الروح. أضف إلى ذلك وجود أخصائيين هن صفتهم الاعتبارية أشخاصهم بشخصهم الكريم يقومون بالعمل من خلال الزملاء، استاذي عزة، استاذي هنادي، استاذي ياسمين، وعنا كمان إعلامية غالية على قلبنا كمان ست سحر موجودة معنا. أنا كل الأشخاص الموجودين كانوا كمؤسسات بكل إمكانياتهم، اجتمعنا مع بعض لنشكل فكرة ضماد الروح. وإذا شفنا اللوجو لهالفكرة لقينا أنه هو عبارة عن سوريا كلياتها بلون السماوي، لون السماء اللي هو يعطي لون انطباع الجدية والحساسية والقلب المفتوح والروح. أضف إلى ذلك هالضمادات البسيطة اللي بالأماكن اللي تضررت اللي موجودة بأماكننا الغالية على قلبنا. الفكرة هي فقط لا غير تشارك مع بعض لنطلع بفكرة أساسية، نجتمع مع المجتمع المحلي بدعم وكامل من زملائنا وأصدقائنا، الأمان السورية موجودة معنا على الأرض، لنكون احنا مع بعض نساعد. وكان في زيارة ميدانية ضمن دمشق، وكمان زملائنا زاروا اللاذقية يوم الجمعة بمنطقة جبلة، اطلعوا على كم مكان من الإيواء. وقبل كل هذا احنا عملنا دورة تدريبية لمدة 3 أيام لدعم أشخاص، ولكن هي الفكرة من كل هذا الموضوع أنا ما بدي طلع شخص معه إجازات، ولكن بدي طلع إنسان له النواة الأولى بحماية عائلته، ثم حماية محيطه، ثم حماية مجتمعه. بقى الدعم النفسي يبدأ من الذات لينطلق للآخرين. طبعا نحن اليوم بدنا نصدر هذا الدعم وهي الطاقة
مفروض تكون فينا نحن بالأساس نقدر نعطيها للأشخاص الثانية. ذكرت حضرتك أنه كان في زيارة لمنطقة من كم يوم، كي خبرنا أكثر عن الواقع، شو الرسالة اللي رجعوا فيها لدمشق؟ يعني كيف وضع اليوم أهالينا النفسي؟ طبعا هلأ صراحة بكل ود، نحن بزيارة جبلة زاروا الزملاء، أنا ما كنت معهم بزيارة جبلة، أنا كنت كمان باللادية ولكن ما كنت بجبلة، يعني بنفس اليوم اللي كانوا فيه بزيارة ميدانية كنت في مكان آخر، مكان آخر. بس أنا بدي أحطك بالصورة، لما حصل الزلزال يوم الاثنين فجر يوم الاثنين، طبعا قلت لك المجتمع يتحرك. طبعا احنا من الاشخاص اللي كنا زرنا الاماكن، انا يوم الثلاثاء يوم الاربعاء كنت في حلب، وخميس وجمعه كنت في اللاديه بجمعه الزلزال. انت بتلاحظي على ارض الواقع انستي الكريمه عباره عن مجموعه اهلنا، صحيح الاشخاص اللي هن صار في تضرر 100% والبنايه هبطت، بقى في ناجي من البناية إن كان موجود أو أهالي عم يستنوا، بتلاقي هدول مجموعة من الناس. خلينا نقسم نحن شو شفنا، هي أول مجموعة. المجموعة الثانية الأشخاص اللي بيتهم تضرر وما قدروا يطلعوا عليه، كمان موجودين على الأرض، هي المجموعة الثانية. المجموعة الثالثة مجموعة عزيزة جدا على قلبنا، هي الأشخاص اللي بيوتهم ما بها شيء ولكن عندهم خوف وزعر من عدم وجودهم في هذا البيت. هي عدد كبير من الناس، ما بيته ما بوشي ولكن ما بده يطلع على بيته. المجموعة الثالثة للأشخاص الفقراء والدراويش اللي هن بالأساس على الأرض. هذا بتشوفيه أنت بالواقع إن كنت شفتيه بحلب ولا شفتيه باللادية. طبعا أهلنا موجودين بالإيواء، الجمهورية العربية السورية كمؤسساتها وكمجتمع محلي فتحت مراكز إيواء، بس ولكن أي نحن ما نحن متعودين على الزلزال، يعني نحن ما صار عندنا زلزال قبل المرة. لذلك الأمر أول شيء لقيتها هبة الشعب، هبة الناس لحماية، يعني في أشخاص بده يساعد. شوي شوي بلشت تتأطر، شوي شوي بلشت تتنظم. هذا معروف دائما بأي دولة في العالم، بالبداية بيكون في عمل جماعي، ولكن لما يتأطر بشكل صحيح بصير أنت بتحطي عبارة عن جداول معينة. على ما أعتقد حاليا بلشت الجداول تظهر، بلشوا ينعرفوا الناس اللي موجودين بمراكز الإيواء اللي فعليا المتضررين فعليا، إذا كان البيت مفقود أو منهار أو متصدع، بقى نعرف. رقم واحد، أنت نحن بالنسبة لنا نحن بنختار كل الشرائح، أنا ما لأختار بس الشخص اللي فقد بيت، يعني راح بيته. أي إنسان عنده زعر، عنده خوف، عنده هلع، هذا ضمن برنامج الخطة اللي احنا حاطينها لنحاول قد ما فيه ندعم كافة الشرائح الموجودة. وأنا على ما أعتقد لم يبخل الشعب السوري ولا أصدقائنا ولا أشقائنا ولا أهلنا ولا الأشخاص اللي زارونا. يعني احنا في عنا انت لاحظتوا قديش اجى كم من المساندات والمساعدات والتأييد لهذا الموضوع. بنتمنى الخير للأهل، بنتمنى الخير لشعبنا، بنتمنى يرجع إعادة الأعمار بأسرع وقت ممكن، اللي هو أكثر شيء بيساند بهذا الموضوع. طيب كونه احنا من بداية حديثنا عم نحكي عن ضماد الروح، انه هي مبادرة مختلفة اليوم، نعم، واعتنت بالجانب النفسي والمعنوي. خلينا نحكي هيك بشكل واضح أكثر عن مخرجات هي المبادرة. نعم. يعني هل حضرتكم عم ذكرت دورة تدريبية، عم تعملوا دورات؟ نعم. اليوم نعم. تدربوا مدربين لتبعتون على المراكز ولا لا؟ عم تستقطبوا حالات هي تعرضت لصدمات نفسية اللي تتم معالجتها، أم أي حدا اليوم حابب دائما نحن نحكي عن الثقافة النفسية، أنه يمتلك هاي الثقافة النفسية لمواجهة الكوارث وبيقدر بيسجل فيها؟ خلينا نوضح بس هاي الآيات. أنا كثير بتشكرك، سؤالك واسع وبتشكرك عليه. يعني موضوع الدعم النفسي احنا حكينا، نحن عنا مخرجات ولكن ناخذها بعدين، ولكن انا عم بشتغل استراتيجي عندي هلا. انا مدخلات، انا بدي اخذ المدخلات. انا اشتغلت على خطين كضماد الروح كمؤسسه، كنحن كمجموعه كلياتنا بدانا. رقم واحد بوضع خطه او حقيبه تدريبيه من خلال مختصين للموضوع، استقطبنا عدد من الزملاء الموجودين في مؤسساتنا الاهليه المختلفة، إن كان على مستوى مؤسسة مبدعون، نقابة الأطباء، نقابة المهن الصحية، الجمعية السورية، مؤسسة ياسمين، عم عدل لك يون. يعني الأولى فالأولى، من يرغب في التطوع في العمل من الناس الموجودين عندهم القدرة بالدعم النفسي؟ تقريبا تجاوزوا 70 واحد اللي طلبوا يعملوا دورة تدريبية. عملنا الدورة في نقابة الأطباء بريف دمشق، مشكور نقابة الأطباء قدمت لنا المكان، عملنا أول دورة مدة 3 أيام. هالأشخاص اللي تدربوا جزء منهم، وبنفس الوقت عملنا زيارات ميدانية في دمشق ببعض الأماكن
ببعض الاماكن زرنا، نحن ما بدنا نحكي الاماكن اللي زرناها بس شو زرنا. شو كان هدف الزياره؟ هدف الزياره زرناهم كاخصائيين على الارض، يعني راحوا يعني ما راحوا الكل، راحوا عدد نخبه بسيط، نخبه يعني اقل من 5 اشخاص زاروا مراكز الايواء لمعرفه والوقوف على اثر الصدمه. هلا احنا شو عم نروح على شيء اسمه الصلابه؟ خلينا نحكي لك شوي، الصلابه النفسيه، من يمتلك الصلابه النفسيه؟ هو الشخص اللي عنده القدره والقوه والمحاكاه والقدرات تجي بتلاقي مثلا بتقول لك والله الطبيب قلبه قوي، الاطباء قلبكم قوي انتم يا اخي ما بتخافوا، هو مش انه قلبه قوي، هو عنده صار صلابه عم يعني يستطيع شلون يتعامل مع الحاله. نحن موضوع الصلابه هي تعزيز الذات، تعزيز النفس، تعزيز الروح لتتعاملي مع الاشخاص الموجودين قدام منك. تعقيب لكلامك، نحن مدخلاتنا بدايه هي نعمل الدورات التدريبيه، وبنفس الوقت الاخصائيين عندنا عم يزوروا المكان ليقدموا فورمة معينة، استمارة معينة، قيام معين، شو ينسب. انت بتعرفي قديش الأهمية، وكمان مهم جدا نحن نحافظ على سرية العمل، سرية الأشخاص، لأنه مو أي شخص دعم النفسي بيقول لك أنا بدي أنا أظهره، مو شرط أنا أظهره. بقى بدأنا بخطة مبدئية، زيارتنا للجبلة ولاد الجبلة كانت كمان من نفس المبدأ هذا، واقترحنا بجبلة نعمل دورة مركزية في جبلة. هلا أنا قبل ما أطلع معكم على الهواء، هلا أنا كنت بالمركز عندكم، اتصلوا فيني من نقابة الأطباء في اللاذقية ونقابة المهن الصحية في اللاذقية بسبب التنسيق الأمس. احنا بالأمس نسقنا، وهلا قبل شوي كانوا عم يحكوا معي وأنا بوجه لهم كل التحية، بس كان جوابي لأنه نحن بدنا نجمع من يرغب من الكوادر، إن كانت المهن الصحية ولا الطبية ولا من يشاء من علم النفس أو أشخاص حملت يعني يستطيع أنه يتعامل. والغاية من أني أنا أخلق أو أوجد شخص نواة في منزله للدعم النفسي، يبدأ بمنزله ثم بمحيطه ويكبر. أما الأخصائيين على الأرض اللي رح يشتغلوا 100% رح يفوتوا على مراكز إيواء بالتسلسل. وعلى فكرة الموضوع نحن استراتيجية مستدامة، نحن مش رح نوقف حاليا نعملها ونقف فيها، هو دعم دائم، لأنه عن جد نحن كلياتنا بحاجة لدعم نفسي وسلوكي. طيب كنا حكيت عن التدريب، عم نحكي عن التدريب بس على فكرة ابتسامتكم، شكرا يعني الابتسامة صدق، الابتسامة حلوة. بقى نحن بدنا من الناس، صح من نحن مزعوجين وصح أننا متضايقين وصح عن جد حمل كبير على الناس، صحيح. والله صدقا الابتسامة والأمل والتفاؤل، أنا متأكد الناس يمكن عم تسمعني احتمال تقول شو عم يحكي الأستاذ هادي، هو كلياتنا احنا مزعوجين، كلياتنا مقهورين على سوريتنا، كلياتنا متضايقين كرمال سوريا، بس ولكن سوريا غالية وعزيزة. وبس نبدأ بالابتسامة، حتى مو أي شيء مادي، هو أنا بدي أي شيء معنوي، أي شيء يدعمني، يدعم نفسيتي، يدعم يكون واقف معي. يمكن هذا أكثر شيء بحاجته نحن حاليا. أحسنتي يعني. أحسنتي، الله يرضى، أحسنتي. صحيح. رح أسألك أنا كان بس عن الحقيبة التدريبية قبل ما تختم معك رشا. الحقيبة التدريبية اليوم عن محتواها، عن مدى اليوم أهمية المعلومات اللي موجودة فيها، وقديش هي بتحتوي على مراجع أكاديمية. صراحة بكل ود واحترام قلت لك أنا اختصاصي بالعلاج الفيزيائي، أنا أخصائي علاج فيزيائي وتأهيل. الدعم النفسي تركته لأهله، بس ولكن أنا استفدت منه، يعني أنا لما بقعد متعامل بعلم النفس مع المريض غير لما أتعامل، غير لما أكون أكاديمي. إحنا معنا أكاديميين، معنا أخصائيين حملة دكتوراه بعلم النفس، قدموا حقيبة متكاملة كمبدئية، انطلقت بالتدريب وعطت كافة وأخذت مرجعيات علمية وثائقية، وهي الحقيبة قابلة للتعديل بناء لما سيتم مستقبلا. بقى نحن الأخصائيين موجودين معنا، أنا والله صراحة أني كل احترام لشخصنا الكريم، إن كانت ست ياسمين ولا ست هنادي، الدكتور هنادي ولا ست عزة ولا زملائنا الموجودين المتابعين، كلهم ما حدا قصر، مع المحبة والاحترام للجميع على ما أعتقد، والدكتور حسام كمان ما بدنا نبخس ناس حقها، بس ولكن القصة بالمختصر الموضوع الحقيبة التدريبية آنستي الكريمة خاصة بعلم النفس حسب معلوماتي الصغيرة هي حقيبة متطورة متدرجة تعتمد على كثير من التقنيات والأمور المسلكية، هل هي بتخدم الحالة؟ لأن أنت أكيد حتما الحالة النفسية هي بصمة يختلف من حالة إلى أخرى. أما الحالة المرضية بيجيكي مثلا فرضا أنا من ناحية بيجيني مثلا مريض عنده فرضا لا سمح الله كسر أو شلل، معروف شو إصابتك، يعني نوعا ما قريبين لبعض الحالات المرضية. أما الحالة النفسية بحر تتغير بتغير الظروف، يتغير كمان. لذلك هذا الموضوع نحن معتمدين كبير على زملائنا بالمؤسسة وعلى بضماد الروح اللي مشاركين معنا، ومعتمدين على أهلنا اللي متطوعين معنا، وأنا في كتير ناس عم يتواصلوا معي بشكل شخصي من نقابتنا، نقابة بكافة فروعها بكافة المحافظات،
ليكونوا متطوعين، واكيد زملائنا بالمؤسسه من كل اطيافها المبدعين، ودليلك حكيمك ومؤسسه الياسمين والاعلام ومبدعون والنقابات المعنيه اللي معنا موجوده، حتما كلياتهم على العمل مستمر ولن يقف ان شاء الله عز وجل. هو بهاي الوقت استاذ التشاركيه هي اهم شيء، يعني فيه. اليوم تتنحى جميع الخلافات نعم وحتى نعم السياسه، يعني نحن اليوم قدام وضع كارثي انساني. بدايه تشكر جميع جهودكم اليوم، كنا عم نشوف بعض الصور لبعض الاساتذه المختصين نعم. هن ضيوفنا بصباحنا غير، يعني نعم. دائما نحن بنستفيد من خبراتهم بشكل عام. لو صباح الخير اكيد صباح خلينا نلخص اليوم ولو سريعا اليوم الحملة، يعني كلمة أخيرة من حضرتك. طبعا الحملة طلعت من القلب بداية. نحن في إذا حكينا من دمشق، نحن شعرنا بالهزة، كلنا شعرنا بالزلزال. حتما ما في بيت بسوريا ما شعر بهذا الزلزال أو صار عنده خشية أو نعم. خوف. بس صدقا أنستي الكريمة اللي شفنا على أرض الواقع، شفنا أهلنا على أرض الواقع، اللي زار الأماكن المنكوبة. أنا قلت لك أنا يوم كان الزلزال يوم الاثنين، يوم الاربعاء انا كنت في حلب وشفت على ارض الواقع، شفت الناس على ارض الواقع وشفت شو عمل الزلزال، وشفت مساء الاربعاء الناس بالشوارع اللي هن بيوتها ما بها شيء، خوف اللي خوفهم يعني عندهم ذعر، عندهم ذعر بمعنى الكلمه. انا بقول طبعا بدايه ايماننا بالله كبير عز وجل، ايماننا بسوريتنا كبير، ايماننا بانفسنا كبير، ايماننا بنفسنا. نحن وجدنا على الارض، الله خلقنا في هالبؤرة بهالمكان الكريم اللي هي سوريا، عنا ظروف كبيرة، مكان بعتذر يمكن هي مكان كبير، سوريتنا الغالية على قلبنا، هالبقعة الجغرافية الجميلة، هي البقعة اللي عن جد تعرضت لكثير من الأزمات، كثير من الصدمات نعم. حرب علينا 11 سنوات هالبقعة الكريمة اجت عليها. على ما أعتقد يمكن الزلزال مرق وحصل، يجب نتساعد، يجب نتعاضد، يجب نكون متعاضدين مع بعضنا. هي البقعة غالية على قلبنا، بقعة بقلبنا رح تضل موجودة، نحن فيها عايشين فيها، لا يمكن نحن نتخلى عنها وهي ما تخلت عنا، وكأهل رح نتساعد مع بعض. وبرجع باختصر، هي اللحمة الوطنية من كل جغرافية سوريا، من كل هالبقعة الكريمة، من كل هالأرض الكريمة الموجودين نحن فيها، كلها تزافرت مع بعض لنكون مع بعض روح واحدة، يد واحدة، قلب واحد. شكرا كثير لوجودك معنا لليوم، واكيد كل التوفيق بمبادرتكم. شكرا كثير. شكرا لك استاذ محمد هادي مشهديه، وحضرتك عضو مجلس شعب واحد مؤسسي مبادره ضماد الروح، مثل ما قلنا لحاله العنوان هو مريح، هو ضماد لارواحنا اللي نحن بحاجه له. شكرا، تشكر جهود جميع الفريق وجميع الاخصائيين الموجودين. يسعد صباحك. يسعد صباحكم.